السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا القيام والصيام، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا العبادات والصدقات والزكاة والدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا في كل مكان، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلينا ويتقبل منا، ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق. اليوم الإخوان الأخوات عندنا واحد خبر جد مهم. الحمد لله لنعمة الله وبجوده وكرمه تتم الصالحات. اليوم ماكو مركز السلام، الحمد لله اشترينا مكان تكبير، الله أكبر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن 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 يرزق أي من ساعد بقليل أو كثير الخير والبركة في كل شيء، في الصحة، في الأولاد، في كل شيء حاجة. هذا فضل الله عز وجل. نطلب الله سبحانه وتعالى أن هذا خبر أخذ واحد الوقت، أخذ واحد الجهد، واحد الصبر، ولكن الله سبحانه وتعالى نمتحن في هذه الدنيا. بغينا هذا اليوم، هذا يوم 16 رمضان، البارح الحمد لله خدينا السوالت المفاتيح ديال البلاصة، واليوم وصلت الجماعة الأولى والثانية، جاءوا الإخوان وشافوا المكان. هذا فضل الله عز وجل، والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وجزى الله خيرا من ساهم بقليل أو كثير، ولا ما قدرش وقال ودعا وعاون بالكلمة الطيبة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل له هذا في ميزان حسناته. الحمد لله اشترينا مكان، يعني it's a three condominium lower level, it's about 3000 square feet. إن شاء الله it's our own place. يعني we should be feel proud of it. يعني نحسوا بأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا ونقوموا نكملوا هذا الواجب. أمين. البلاصة كانت worth $900,000. We got it for 776, يعني 776. حطينا واحد المبلغ ديال 348، مصاريف أخرى ديال المحامي، closing fees، وهذا it's owner financing. يعني بقي علينا الدين ديال 430,000 دولار، وباش نصلحو عندنا شي بركة باش نصلحو الحمد لله، وغادي نحاول نوفرو، ولكن خص تكون عندنا واحد الميزانية باش نقدرو ندفعو هاد المصاريف هذا. سو أدعو الله سبحانه وتعالى جميع من يريد أن يساهم في هذا المشروع يتفضل ويتكرم علينا، لأن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، يعني شهر المغفرة والصدقة. الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم داوي مرضاكم بالصدقات، الصدقة برهان. هذا الأمر جد مهم يا إخوانا. غنعاود لكم واحد القصة. هذا كان واحد الأمير بغى يبني واحد المسجد، وقال للناس، قال لهم الأمراء ديالو جمعهم، تا واحد ما يعاونو، تا واحد ما بغى حتى شي واحد في المملكة ديالو يعطي ولو دولار واحد. واحد المرأة عجوز كما كنقولوا حنا، مرأة شيبانية كبيرة في العمر، كدوز من قدامه وكيشوفو كيبني وكيديرو وكيفعلو، وشي حاجة وسط منها بغات تساعد بأي حاجة، ولا تحقيرنا من المعروف شيئا. هي تخدت واحد الحجيرة، واحد طوبة الحجر، وقالت هادوك البنا، يلا هادوكما وليداتي، ديروا هذا في ديك الساس ديال هاد المسجد. مشات في حالها، كمل المسجد، الافتتاح، الأمير فرحان، الناس فرحانة، أمراء الجالية ديالو. في المنام هذا الأمير حلم بأن كاينين جوج قصورة، قصر ديالو هو وقصر ديال شي واحد أخر. ويتقلق، شكون هادي، شكون اللي عاون، جاب الأمارة، واش شي واحد خديتو الفلوس؟ لا، البنايا. قال لي اسمح لنا سعادة الملك ولا سعادة الأمير، رحنا واحد المرة دازت من هنا وحطت واحد، عطاتنا واحد طوبة الحجر وحطيناها في الساس. قلبوا على هاد المرة، جات عندها قال لي نشري ما عندك شي بأي ثمن. قلت لي الله سبحانه وتعالى عطاك جوج قصر واحد وعطاني أنا قصر، وبغيتي تاخذ تراخو اللي عطاه ليا؟ ما يمكنش، لأن حتى هي الله سبحانه وتعالى عطاها المنام. أش كنقولوا؟ ولا تحقيرنا بالمعروف شيئا. 25 سنت دولار، كلمة طيبة، إخواننا، إخوان كيدير. شوف آخر المطاخ،
أرى الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إما أنت غد تساهم وحتى إلا غادرتي هاد الدنيا تكون واحد الحاجة خليتيها، ولا مبغيتش تساهم، الكلمة الطيبة والدعاء. وقول لشي إخوان الله يخليكم، راه كاين واحد المقر، واحد الإخوان راه داين واحد المشروع يعاون بما يعني يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني. ولكن هذه فرحة كبيرة لأن أخذت واحد شوية الوقت، وحاولنا شوي الخطرة الأولى والثانية والثالثة، وداكشي ما صدقش لسبب ما. والحمد لله الله سبحانه وتعالى من كرمنا البارح، we had the closing, we got the keys, everything worked out, owner financing. وهذا فضل الله عز وجل يعني، وبنعمته تتم الصالحات، وبجوده وكرمه يعني. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى كل من ساهم بصغير ولا قليل ولا أي حاجة ولا كثير، لكن إخوان ما شاء الله اللي أعطاه أموال يعني على السنين كثيرة بارك الله فيهم، وإخوان ساهموا يعني بالكلمة الطيبة بارك الله فيهم يعني. الله يتجاوز عنا جميعا، الله يألف ما بين قلوبنا، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وأزواجنا ويصلحهم ويرضي عليهم. هادشي كلشي اللي كنديروه راه لولادنا، ولاد ولادنا. حنا اليوم ما غنمشيو عند الله عز وجل، على الأقل تكون شي حاجة غتوصلنا كصدقة جارية. كاين عدة مشاريع خونا الإخوان، كاين ديار في المغرب، كاين عدة أمور وحنا كنقومو فيه بهذه الجمعية هذه إن شاء الله. كاين إخوان اللي كيستعملوا هذه الجمعية بس كيصيفطوا الأموال لليتامى في المغرب، يعني كاين عدة مشاريع. الخير أعطاهنا الله عز وجل، إما غتكون تطرف من الخير وتكون مفتاح للخير ومفتاح للعمل الصالح وإغلاق لبواب الشر، ولا تكون العكس. وأنا أظن أن إخواننا أي واحد بغي يكون من العكس، لما إحنا نحسن الظن في بعضنا البعض ونتجاوز على بعضنا ونعطي العذر لبعضنا بعض. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم والتمس لأخوك 70 عذرا، يعني إذا درت أنا خطأ تكون يعني تسمح لي يعني، لأن إحنا ملي كان قفروها مع الله عز وجل كما كنقولوا بالدارجه ديالنا وكندعيو ليه، والله كيتجاوز عنا، كيستر عنا العيوب. حتى واحد ما كيعرفنا واش شربنا واش زنينا واش صدقنا واش درنا واش كذبنا ولا فعلنا. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا. لكن فعلا انا نحب الخير ونحب الخير بعضنا بعض، وان تعفوا وتصفحوا خير لكم. سو العفو والصفح من فضل الله عز وجل. الإنسان كيطمئن القلب ديالك، كيتلج القلوب. الإنسان لا يكون في قلبه لا بغضاء ولا شحن ولا حقد ولا حسد. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين والتائبين. يا إخوان الله يصلح وليداتنا، رأى أمة سيدنا محمد فيها الخير، الجالية المغربية فيها الخير. الله يبارك فيكم جميعا، الله يحفظكم، الله ينصركم، الله يرزقكم وإياكم ويرزقنا جميعا البركة والخير والمغفرة. الله يرحم أمواتنا وأباءنا وأمهاتنا ووالدينا يا رب، اللهم ارحم في النار هذا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من الصادقين، هم الذين يتبعون القول، هم الذين نصرهم الله في الدنيا وفي الآخرة، هم الذين أنعمهم الله بالإيمان والصدق والتقوى. يا رب اللهم اصلح أزواجنا، اللهم اصلح أزواجنا، اللهم احفظ المسلمين، احفظ أولادنا، اللهم احفظ بلاد ديالنا والزوجات ديالنا والبنات ديالنا، واجعلهم جميعا من الصالحات. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأسر ديالنا ويخليها مجمعة ويحفظها من الطلاق والهجيج والغيبة والنميمة. نطلب الله سبحانه وتعالى يستر هاد الأسر ديالنا حنا. نطلب الله سبحانه وتعالى وليداتنا اللي كانوا في العمر ديال الزواج رزقهم زوجات صالحات وزهم أزواج صالحين، لأن هذا هو تكوين الأسرة، تكوين هاد الجالية هذه. بارك الله فيكم وأحبكم في الله، ولا تنسونا مسائل الدعاء، وهذا فضل كبير لأننا احنا اليوم الحمد لله بعد نفس طويل يعني واستمر لسنين، واليوم أمر الله سبحانه وتعالى البارحة باش ناخذ هذه المفاتيح ديال هذا المقر هذا. اللهم اجعل فيه البركة،
اللهم قوينا، اللهم اجعلنا نخدمه بما يرضي الله عز وجل، والحمد لله. واللهم احفظنا من الرياء، اللهم احفظنا من الرياء، واللهم اجعلنا من المخلصين، لأن الإخلاص في العمل هو كل شيء، واجعل نيتنا خالصة لله عز وجل. نبغي نشكر أن الناس يعملون الصالحات ويحسبون أنهم يصنعون حسنا ويجيوا يوم القيامة ويرمون في نار جهنم، لأن أي حاجة من الأعمال ما كانش لله عز وجل. بارك الله فيكم وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك، اللهم تقبل منا القيام والصيام، والسلام عليكم ورحمة الله.